دائما في مكان العمل استشعر ونمنح نفسي الفرصة انه استقبل طاقة الثراء، طاقة الاموال، طاقة الخيرات، طاقة الارزاق، طاقة البركات. اهم شيء البركة، البركة اهم شيء. تلقى ناس مثلا عندهم اموال قارون ما فيهمش البركة، ما يديروا بهم والو، وتلقى انسان بسيط عنده قيسوقس روحه، مكفي نفسه، مكفي حياته، تلقى البركة ما شاء الله تبان عليه وكأنه واو. والناس الاخرين اللي عندهم مال قارون وتلقاهم ما عندهمش البركة في اموالهم، تلقاهم يبانوا بؤساء، طول حياتهم عايشين بؤساء. Something like I don't know how to explain to you, but البركات شيء مهم جدا في اعمالنا، في السعي ديالنا، في ارزاقنا، في اموالنا. كيفاش نجذب طاقة البركة لأموالنا وأرزاقنا وأمورنا في الحياة؟ هو أنه نستخير ربي سبحانه في كل حاجة راح نديروها، نتكلوا على ربي سبحانه بمعنى الكلمة، أن نتكلوا عليه ونسعاو، نسعاو لهذاك الشيء باش نلحقوا ليه، نحطوا أهداف، نحطوا مخططات ونوصلوا لها. من آدي وش غيرنا ننفقوا من أول لنا. هذه الامور كلها يعني تجيب لنا الخير في حياتنا، وهذا الشيء اصلا حثوا علينا الدين ديالنا. بصح عندنا لازم نطبقوا امور في هذه الدنيا اللي تخلينا دائما دائما طاقتنا مرتفعه، وبالتالي كي تكون طاقتك مرتفعه يكون عندك الخيرات من كل مكان. حتى ولو عندك مشاكل في حياتك، حتى تقدر تتغلب عليهم، حتى لو عندك فقد عندك تقدر تتغلب، لانه داخلك نقي نظيف، نظفت اللي داخلك. فإذا كان الداخل نظيف نظفت الحياة. صحيح أنه نبكي ونضعف وننقهر وتجوز علينا فترات جدا صعبة، صح، أنا إذا بكيت قويت، قوتي كلها نستمدها من هذاك المومنت تاع الضعف، من هذاك الوقت تاع الضعف ديالي، من هذوك الأزمات اللي نطيح فيهم، من هذاك الفقد اللي نفقده، من هذيك الأيام اللي تكون جدا صعبة. هذيك هي القوة، نبدأ نستجمع في قوتي ثم ونعاود نموت أقوى من اللي كنت. هذا هو السعي اللي فيه البركة في الحياة، هذه هي الإرادة اللي ربي سبحانه خلقنا في هذه الدنيا باش تكون عندنا. ربي سبحانه ما خلقناش باش نكونوا ضعفاء، خلقنا باش نصارعوا باش نكونوا أقوياء. هذا هو الامتحان اللي عطاهنا ربي سبحانه في حياتنا. ربي كيعطينا أيام صعبة، حاشا ولله أنه حبي يوجعنا، ربي ما يوجعش عباده، ما يألمش عباده، ولكن باش يعلمنا وباش يفطننا ويخلينا نزيدو نسعاو ونقواو. هذه الهضره اللي كنت نهضر فيها دوكا. فربي سبحانه كيشوفنا في منطقة الأمان، قاعدين في منطقة الأمان متأمنين، قاعدين كده مولفين هذيك الحياة، تم وجينا ضربة، هذيك الضربة تقولنا يلا الى التغيير، يلا علاش اكون خايفين تتغيروا، علاش اكون خايفين تجربوا اي حاجه تجيك في طريقك. المهم تاديش بها غيرك، جربها، اسعى فيها، اصدم، استثمر، دير، اصنع، روح بعيد، ما تخليش احلامك هكذا محدوده عند نيفك، لا، شوف البعيد. ربي سبحانه كبير وخزائن الله واسعه تتسع للجميع، اطمنوا في خزائن الله. على كل حال كما تعرفون في مواقع التواصل الاجتماعي رانا ندبشوا مع بعض من 2014، واحنا حبه 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 اليوم كبرنا، عشتوا معايا احداث حياتي، وهذوك الاحداث كامل اللي عشتهم معايا، خاصه الحدث الاخير، راح نفيدكم بالتجارب ديالي، راح نفيدكم ونكون يعني امل لبزاف ناس. كيفاش جوزت هذيك المرحلة؟ كيفاش راح نطلع منها بإذن الله؟ كيفاش راح نتجاوز الصدمة؟ كيفاش راح نولي أنا بعد ما كنت؟ يعني هذا الشيء قاع راح تشوفوه، وراح نفيد كامل اللي كاتيجوري تاع الناس اللي تتابعني، بالناس اللي ما شاء الله بأرزاقها راح تلقى عندي كيفاش أمور تستفاد منها، الناس اللي حابة تبدأ من الصفر تاني تلقى عندي ليزاستيوس والحيل والأمور اللي تخليهم إن شاء الله لبس بهم. هذه هي الحياة، خلقنا لنأخذ ونمد،
فالحياة أخط وعطاء، متفقين عليها. حياة هذه عندنا فيها حقوق كما عندنا واجبات، فقبل ما نطلب حقوقنا لازم نعرف واجباتنا. هذه الحياة، دير واجباتك اتجاه هذه الحياة، كن إنسان راقي، إنسان ما تأذيش غيرك، إنسان طيب، تعطيك الحياة كل خير. ولكن ما تكون شرير وتقول أنا ما عنديش الزهر. راجعوا أنفسكم، إذا شفتوا أنه حياتكم راهي حابسة في مكانها، أراجع نفسك. إذا شفتوا تغيرات كثير في حياتكم، إذا شفتوا أشياء صدمات توصل لكم بس تتجاوزوها، راكم في الطريق الصحيح. صح، إذا كنتوا في نفس النقطة وما حبيتوش أنتم تنوضوا أنفسكم، فيالله يالله وش راكم تستناو؟ نوضوا للتغيير. التغيير يجي منكم أنتم. حتى الناس اللي بخيراتها وأموالها وتشوفهم دايما تعساء، دايما حزينين، دايما اوه احنا مساكن، احنا محبورين، احنا هذيك، راجعوا انفسكم، وش راكم دايرين في حياتكم باش راكم عايشين هذاك الحزن والبؤس لو في قلبكم مالقري عندكم الخير؟ شوفوا الخير اللي عطاه لكم ربي قدامكم، شوفوا، شوفوا في اولادكم قولوا الحمد لله، شوفوا في ازواجكم قولوا الحمد لله، شوفوا في دياركم قولوا الحمد لله، شوفوا في الاموال تاعكم، ما تشوفوش في اموال غيركم. كاين ناس عندها اموالها، اموالها هاي عندها، تروح تشوف الاموال الغير، تنسى تنسى اموالها. فربي وش يدير؟ يزيدهم مرض على مرض وينسيهم في الخير اللي عطاه لهم، لانهم ما يحمدوش ربي ويشوفوا في حقوق غيرهم. راجعوا انفسكم برك، هذا مكان الحل راهو عندكم تحياتكم، ما هو عند حتى واحد. ربي بريء كل البراءه من واش راه يصرنا في حياتنا، هذا مكان يعني ما نحصلوهاش في وحده